مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه التغطية المباشرة عبر قناة الجزيرة مباشر. في هذا اليوم الحاشد الذي تخرج فيه جموع ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مختلف مناطق القطاع في مسيرات العودة، كما تشاهدون اعداد كبيرة الان تتوافد الى منطقة شرق غزة، بالتحديد منطقة ملكة، حيث مسيرة العودة الكبرى التي تنطلق اليوم. في هذه المسيرة تمحت الجميع على الخروج. ما نلاحظه الآن وما نراه نساء، رجال، أطفال، شيوخ، الكل هنا في هذا المكان يخرج إلى منطقة ملكة وفي مناطق أخرى. ستشاهدون الآن عبر الشاشة أكثر من منطقة وأكثر من صورة لمناطق مختلفة لمناطق قطاع غزة، بالتحديد شرق قطاع غزة، في رفح، في خان يونس، في شرق البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى هذه المنطقة وشمال قطاع غزة. هذه المسيرات التي دعت لها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، كما نلاحظ هناك استجابة من المواطنين بشكل كبير، ولا يرفع في هذه المسيرات سوى العلم الفلسطيني. قبل لحظات كنا نتابع توافد باصات أيضا من مختلف مناطق قطاع غزة. هذه الباصات التي تم تحذير شركات المواصلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعدم حمل السكان والمواطنين ورفع والمجيء بهم إلى هذه المناطق، إلا أننا نرى عدم استجابة، بل أن هناك إصرار كبير من المواطنين للخروج والمتابعة في مسيرات العودة. هذه المسيرات التي كما قال المنظمون هي مسيرات سلمية، لن تكون مسيرات تحمل طابع العنف، وإنما هي للتأكيد على حق فلسطيني أبا النساء. على كل، معي الأستاذ سعيد الحطوم أيضا المشرف على جانب من هذه المسيرة في منطقة ملكة. أستاذ سعيد يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء ما نراه الآن هو استجابة واضحة من المواطنين للخروج، كيف تقيم اللحظات الأولى لبدء مسيرة العودة؟ اليوم تخرج جماهير شعبنا في قطاع غزة ليقولوا للعالم ويصلوا رسالة أن حق العودة هو حق مقدس، ولا يدل على ذلك إلا هذه الجماهير الغفيرة التي زحفت من جميع أنحاء قطاع غزة للحدود هنا على أرض الوطن، ليقولوا للعالم جميعا أن حق العودة هو حق مقدس، وأن الآباء الذين كان يعول عليهم بمقولتهم الإسرائيليين أنهم ينسون، لا، إن الآباء ورثوا لأبنائهم ولأجيالهم حب الوطن ورثوا إليهم حب حق العودة الذي كفلته الشرائع الدولية في قرار 194 الذي ضمنته الأمم المتحدة، خاصة بند رقم 11 بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق تعويضهم. اليوم الجماهير التي تزحف من قطاع غزة ومن جميع المخيمات ومن جميع المدن في القطاع إلى الحدود رسالتها واضحة، رسالة سلمية، رسالة شعبية واضحة، أننا اليوم نريد العودة لوطننا، نريد العودة لقرانا، نريد العودة لمدننا، نريد العودة كفلسطينيين موحدين ثابتين محافظين على ثوابتنا وعلى قدسنا وعلى أرضنا وعلى حقنا بالعودة إن شاء الله سبحانه وتعالى. حول التجهيزات الآن، على صعيد التجهيزات، كيف هي تجهيزاتكم لهذه المسيرة؟ الدعم اللوجستي، الخيام، الطعام إلى آخره، كيف تم التجهيز والترتيب لهذا؟ بفضل الله اليوم تم تجهيز كل وإعداد كل التفاصيل التي تهم الإخوة الذين يعتصمون ويشاركون في مخيمات العودة. هناك أكثر من 13 لجنة عاملة، لجنة تدعم الدعم اللوجستي من طعام وشراب، ولجان عملت على مدار الساعة من بلديات، ومن لجان عاملة فاعلة في كل المخيمات العودة التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا، مخيم للإعلاميين، كذلك هناك نقاط طبية، كذلك هناك نقاط للعمل الجماهيري، نقاط للدعم اللوجستي، أكثر من لجان عمل التواصل الدولي بفضل الله حتى تصل الصورة للعالم أننا الشعب. هل وضعتم في حسبانكم الأمور الطارئة التي قد تحصل؟ تعلمون أن هذا الاحتلال هدد كثيرا تجاه هذه المسيرة. أولا نحن نخرج اليوم بمسيرة سلمية، مسيرة سلمية مدنية، لا نريد الاحتكاك مع الاحتلال، لكن الطوارئ موجودة عندنا وتم إعداد لجان خاصة لهذا العمل وإنجاز نقاط طبية لا قدر الله لو حصل أي شيء.
أستاذ سعيد، في النهاية الرسالة التي تريدون أو تنوون إرسالها من هذه المسيرات، ما هو الهدف من هذه المسيرات؟ إن تحدثنا الجيش الإسرائيلي يعني كل دعايته وكل تحذيراته أن هذه المسيرات هي ستحمل طابع العنف، لكن في النهاية أنتم كيف، ونحن نسمع الآن بعض الطلقات النارية، أنتم كيف تردون؟ رسالتنا للعالم وللاحتلال الصهيوني أن الجماهير التي تخرج اليوم هي جماهير ذهبت وخرجت بطابع سلمي فقط، طابع مدني شعبي. تخرج الجماهير لا لتقول للعالم وتقول للإسرائيليين أن حق العودة هو حق مقدس، وأن هذا الحق لابد اليوم بعد 70 عام من النكبة والتهجير أن نعود لقرانا ومدننا بهذا الحق وإثباته. اليوم الرجال والنساء والأطفال وكبار السن يريدون أن يقولوا للعالم بعد 70 عام أن حق العودة لبلادنا هو آت، ولن نرجع من هنا إلا إن شاء الله بالعودة إلى بلادنا وإلى قرانا، حتى إن شاء الله 15 آيار المسيرة العودة الكبرى. رسالة هذه المسيرة لن تكون هي، ستكون هي بمثابة البداية، هذه فعلا هي البداية لفعاليات قادمة حتى 15 آيار 15/5 إن شاء الله في ذكرى النكبة 70 على النكبة. أشكرك جزيلا الأستاذ سعيد الحطوم أحد القائمين على هذه الفعالية. إن استطعنا أن نحضر أحد من كبار السن أو ما شابه إلى هذا المكان، لأن الوضع يعني فيه زحام شديد. نتابع وإياكم أيضا مشاهدينا الكرام هذه المسيرات الحاصلة هنا في منطقة ملكة، وأيضا تتابعون على الشاشة مزيد من الفعاليات في هذا المكان. طبعا كما تحدثنا في أكثر من منطقة يمكن الملاحظة بأن المناطق قطاع غزة جميعها محتشدة بالمتظاهرين، والطواقم الطبية كما تلاحظون تتابع بشكل كبير. أيضا كان هناك إطلاق نار على بعض المتظاهرين، غير أن هذا لم يؤثر كثيرا على هؤلاء الشبان. سأحاول قدر الإمكان الوصول إلى متظاهرين آخرين نتحدث معهم، كون الوضع هنا يعج بالمواطنين. سأحاول قدر الإمكان أن أحضر عدد من المواطنين لنتكلم معهم وبعض كبار السن. إذن كما أكدنا مشاهدينا الكرام هذه المسيرة هي مسيرة للإعلان عن حق العودة، هذا الحق الذي يأبى النسيان، هذا الحق الذي يؤكد فيه المواطن الفلسطيني الذي جاء إلى هذه المنطقة ليعلن للعالم كله أن هناك أرض فلسطينية، أرض فلسطينية لا يزال أصحابها يطالبون بها، أرض فلسطينية احتلت غصبا، وضع عليها هذا السياج، لكن هذا السياج كما يقول المواطنين في هذه المنطقة لن يكون عازلا ولن يمنع هؤلاء المواطنين من تحقيق مطالبهم بحق العودة. نستكمل وإياكم مشاهدينا هذه الجولة التي نجريها الآن عبر قناة الجزيرة مباشر لمتابعة الوضع هنا على الحدود الشرقية. طبعا في كل لحظة كما تحدثنا سنتحدث مع متظاهرين، الآن نتكلم مع كبار السن الذين جاءوا إلى هذه المنطقة. طبعا كبار السن لهم رسالة، سنتحدث مع جزء منهم ممن هم مشاركون في هذه المسيرة. يعطيك العافية. الله يعافيك بارك فيك. حدثنا عن قدومكم إلى هذه المسيرة ومدى يعني تقييمك لهذه الحشود القادمة. والله أهل الحشود والمسيرة هذه تأخرت 70 عام، يعني الأصول من أول عام كانت هذه المسيرة، والشعب الفلسطيني قلع شوكه بإيده ولا أركن على فلان ولا علان، لأنه حق العودة حق ثابت وشرعي وأكيد، وكل الشرائع الدولية والقوانين وحقوق الإنسان كلها ثبتته بقرار الأمم المتحدة، سواء بقرار 91 أو بقية القرارات الثانية. الحق العودة حق شرعي وحقيقي للشعب الفلسطيني، وممنوع أن يمنع هذا الشعب. الطيور تهاجر وتعود والأسماك تهاجر وتعود، والشعب الفلسطيني هجر ويجب أن يعود إلى وطنه ويجب أن لا يمنع. وهذه 70 سنة تأخرت علينا لتلكؤ الأمم المتحدة
وتلقوا دول بقية دول العالم المنحازة لإسرائيل وصمت بعض العرب اللي هم الشياطين الخرس. هؤلاء هم إن لم تكن على قدر المسؤولية فلا تتصدر الموكب. هذا ما نقوله للعرب ونقول لشعبنا الفلسطيني، قلع شوكك بإيدك يا فلسطيني، بلدك هذه لا يفرط بها ولا يحق لأحد أن يتنازل عن حقك. أنت حقك هذا شخصي لك أنت بالذات، لا يحق لأحد أن يتنازل عنك، لا رئيس ولا زعيم ولا قائد فصيل ولا أي شخص آخر. نحن اليوم هنا في هذه المسيرة جسدنا الوحدة الوطنية وجسدنا المصالحة، ونقول للشعب الفلسطيني مبروك عليكم الوحدة والمصالحة، ونقول لمعرقلي المصالحة مبروك عليكم الانقسام وعار الهزيمة. نتحدث أيضا مع شخص آخر، سنتحدث معكم جميعا يعني، لأن اليوم طويل والمسيرات يعني في أولها. يعطيك العافية. الله يعافيك. الآن الرسالة التي تريدون إيصالها، كما تحدث الحاج قلع شوكك بيدك يعني بالمثل اللي نقوله، في ظل أنه إحنا زمن طويل ولا أحد يساعد الشعب الفلسطيني على استرجاع أرضه التي يراها على منظور العين. الآن هل هذه الأسلاك الشائكة ستقف حائل أمام هذه المسيرات؟ يعني بداية اليوم الشعب الفلسطيني يقول كلمته مش لعودة الحق، لحق العودة، بل لعودة الحق إلى أصحابه. يجب أن يعود هذا الحق لأصحابه، وأن هذا المجتمع الظالم الذي وقف صامتا يعد ألام شعبنا وأوجاع شعبنا دون أن يحرك ساكن، يجب عليها اليوم أن يأخذ موقف حقيقي. يجب عليها اليوم أن يأخذ موقف حقيقي في نصرة الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني الذي دفع من دماءه ودماء أبنائه وهو يدافع عن أرضه، اليوم هو يوم عادة عجلة التاريخ إلى الخلف من النكبة والهزيمة والهجرة إلى العودة بإذن الله والنصر المحقق. هذه الأسلاك لن تمنع أبناء شعبنا من العودة إلى أرضه. أنا من بلدة الزدود وما شفتها في حياتي، ولكن سأرجع لها بإذن الله رب العالمين، وأبنائي معايا هيرجعوا على الزدود، وكذلك كل مخاتيرنا وكل وجهانا وكل أبنائنا. نسأل أحد المخاتير، حج من أي قرية أنت؟ أنا من قرية زرنوقة المهجرة عام 48، زرنوقة المحتلة. طيب حج برضو من أي قرية؟ نحن من مدينة غزة. طيب بدي أسألك يا حج، بالنسبة لموضوع رؤيتك للعودة، هل أنت يعني في أمل كبير أنه ترجعوا على البلاد؟ طبعا أملنا برب العزة أمل كبير، وهنا أيضا جئنا لنثبت للعالم ولإسرائيل بشكل خاص بأن مقولاتهم وعباراتهم التي قالوها بالسابق بأن كبارهم سيموتون وأن صغارهم سينسون، هذا أكبر دليل واضح. جئنا إلى هنا بكبارنا وأبناء كبارنا وأطفالنا ونساءنا وشيوخنا، نثبت للعالم بأننا نطالب وسنظل نطالب ونحلم بحق عودتنا إلى أسدود ويافع وعكا وزرنوقة واللد ويبنى وكل قرانا 550 قرية التي رحلنا عنها في 48. جئنا نثبت للعالم بأن هذا الشعب يحلم ويصبو دائما ويعلم ويبث كل معاني الأخلاق في أبنائه، بأن لنا بلاد جميلة جدا ليس لها مثيل. وجئنا أيضا لنثبت للعالم بأننا لا نقبل ولن نرضى بأي طول بديل عن فلسطين التاريخية. وشكرا لك. حج حكينا من أي قرية؟ أنا من قرية بيت جرجة، تبعد عن قطاع غزة 12 كيلومتر. يعني قريبة مش بعيدة، بس في الشمال، شجاه شمالي. إيش معالم العودة بالنسبة لك؟ يعني نلاحظ بعض معالم التغريبة الفلسطينية في هذه المسيرات، شو رأيك في هذه المسيرات؟ بحكي إنه اليوم عيد، وبحكي للشعب الفلسطيني وكل عام وانت طيب اللي تجمعنا في الأعياد العادية من الجمعش في الكبيات هذه الكبيرة، وأنا بقول للشعب الفلسطيني وبقول للأمة العربية وللأمة الإسلامية نحن عائدون عائدون عائدون. أنا خدت أبويا في قبل 2000 على بيت جرجة، من حد ما وصل ونزل من السيارة طمل على الأرض ومسخ من التربة والطين وقاعد يبوس فيها، بقول يابا ليش بتبوس في الأرض؟ قال يابا أنا ولدت أنا قريت في المدرسة هذا، أنا قريت في سنة في الجامعة هذا تبع بيت جرجة، أنا زرعت وفلحت في الأرض هذه. أريد أن أضيف شيئا آخر، جئنا أيضا نثبت للعالم بأننا شعب متحد لا منقسم وإن اختلفت القيادة السياسية. يعطيك العافية حاج. يعطيك العافية يا حبيبي. احكي لنا شو رأيك في الجيل الشبابي هذا اللي بيتجه على الحدود؟ والله احنا اليوم هذا اليوم أكبر عيد في لتجمع فلسطين، لتجمع فلسطين والوحدة الفلسطينية. شايف وأنا من أسدود، مواليد أسدود سنة 1942،
اليوم جينا نشارك مع إخواننا في أهلنا وجميعا كلهم وحدة وطنية حتى العودة حتى العودة. وشكرا لك. تفضل يا مختار. والله مظهر رائع جدا، يعني بوحي إنه ما في واحد ناسي بلده وقريته ومدينته، وأنا من قرية نعليا واعتز وانا ما بعرفهاش، واعتز انه احنا في قريتنا عليه، وبعلم اولادي انهم يرجعوا يوم الايام باذن الله لبلادنا. كان الاحتلال حج بيتكلم انه الكبار يموتون والصغار ينسون، شو رايك الوضع؟ انا باكد عكس هذا، شو رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله باكد نص خمسة عكس اللي بقوله. الكبار يموتون والصغار ينسون، لا الكبار موجودين والصغار عروسهم، واحنا اليوم في مشارف بلادنا، احنا هين قبال بلدنا، احنا بلدنا بير السبع، واحنا جايين السلك قدامنا نقطهر السلك ونخش على بلادنا ونحررها، واطفالنا معنا ونسائنا معنا كلنا. يعني اليوم احنا نشكر كل شعبنا الفلسطيني بوحدته الوطنية، هذه الوحدة الوطنية اللي الكل براهن عليها، فيش وحدة وطنية وفيش انها انقسام. يعني على جميع الفضائيات تنقل هذه الوحدة الوطنية الحقيقية، نعود على بلادنا إن شاء الله ونصلي في القدس إن شاء الله بإذنه. وإحنا تجمع. إيش رأيك في تهديدات الاحتلال؟ الاحتلال هدد كتير، والواضح إنه الناس ما اهتمت للتهديدات والوفود بالآلاف. يا أخوي الاحتلال من يوم تبان خلق هو بهدد، هو مش اليوم هدد، من يوم تبان خلق بهدد وبيطلع بعكس، هو بهدد والناس بتطلع. شايف بالعكس بتيجي لك. آه والناس لو ما هدد أحسن. لا ما آه. وإحنا طالعين صامدون وان شاء الله على بلادنا معودين. حياكم. ايش يا حج رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا ابو تامر مارود من بيت دراس، اسكن دير البلح، اتيت هنا الى غزه الى منطقه المطار لاشارك في هذا اليوم العظيم الذي هو من ايام فلسطين، والذي نحن على ثقه ان الحق ينتزع انتزاع، فقررنا ان ننتزع حق العوده انتزاع. نحن حضرنا الثوره الفلسطينيه في السبعينات وكنا اشبال هذه الثوره، وحضرنا الانتفاضه وكنا رجالات الانتفاضه، واليوم بعد ان بلغنا 60 سنة قررنا ان ننتزع حق العوده انتزاع، لانه تاخر 70 سنة، فاتينا اليوم لننتزع هذا الحق من العدو الصهيوني الغاصب، وتهديداته لن تخيفنا، وهو متأكد أن تهديداته لن تخيفنا، فأتينا إلى هنا ونحن الآن على الحدود، وإن شاء الله سنعبر الحدود اليوم إن شاء الله. حج يعطيك العافية. الله يعافيك. في هذا السن الطاعن أنت تشارك في هذه المسيرات، مسيرات العودة، على الرغم من التهديدات وعلى الرغم من المشقة والتعب، خلينا نسألك شو رأيك في هذه الحشود وعلى مدى تدل؟ الحشود هذه ممتازة جدا، وتعبر عن حقوقها بالعودة إلى فلسطين. فلسطين العزيزة لنا وطن، وهي الحماة، وهي السكن، وهي الفريدة في الزمن، وجميع ما فيها حسن. والله إن قاوم لغاية ما العود الأرض، بلد الجورة زرعت فيها زيتون وصبر وجميز، ولهالوقت موجود زي ما هو، والحمد لله رب العالمين. ونبشر الأمة العربية كلها، ولو أنها تخلت عنا من مرة يعني، لكن الله معانا، والله راح ينصرنا إن شاء الله. عن القريب قريب قريب سيتحقق النصر بعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك إذا في أبيات شعرية عندكم كنتوا تحكوها في البلاد. طب تفضل. والصغار ما يبنسون. خلينا برضو نسأل الحاج، حكى بيت شعر ونرجع لك. حاج حكينا يا مرة تانية بس على الكاميرا. فلسطين العزيزة لنا وطن، وهي الحمى، وهي السكن، وهي الفريدة في الزمن، وجميع ما فيها حسن. والله 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 لن نتخلى عن شبر من البحر للنهر بعون الله تعالى. وقربت نهاية إسرائيل، يقولوا يا يهود يا مسلم تعال ورايا، يهودي تعال فاقتله. وهي بشرى الإسلامية كلها انه نرجع لها قريب قريب جدا بعون الله تعالى. ما تيأسوش من مرة ولا تقنطوا من رحمة الله. كل العالم ضدنا، لكن الله سبحانه وتعالى معانا، واللي الله معاه مين عليه ولا واحد.
شكرا يا حج. حج احكي لنا من اي قريه؟ ابو حسنين من قريه بيت جرجه، مواليد سنه 1943. حاضرين للنكبه بكل حال. احنا جينا هنا في مسيره العوده الكبرى، ومسيره العوده الكبرى بتضم في جنباتها الاجداد والاباء والابناء، يعني ما في نسيان للارض. وبعدين جينا هنا احنا نشم عبير البرتقال والليمون والزعتر، وبعدين احنا هنا جايين في سبيل تحقيق امنيتنا في العوده، في عوده الى ارض الاجداد. هل هذا المشهد بيعطيك امل؟ اكيد اكيد الامل كبير في النصر، وحتما عائدون لقرانا ومديننا في فلسطين. مشهد التغريبة الفلسطينية مشابه لهذا المشهد؟ نعم مشابهة بالضبط. نحكي للناس أيام ما هجرتوا من البلاد مشهد معين؟ والله كنا إيش اسمه، إحنا كنا صغار وحطنا عمنا في الخروج تبع الحمار، واحد هنا واحد هنا، إحنا توم كنا مع بعض، شايفين؟ وكانت الأرض ما فيش الأسفلتات والحاجة سوافي، وجينا هنا على في الضياع. إن شاء الله. طيب يا حج كلمة أخيرة تحكيها قبل ما تتوجهوا للداخل أيضا، إذا حابب تعطي يعني رسالة للشباب الفلسطيني. أنا والله بوجه رسالة للشباب الفلسطيني إنه دائما يستمروا بالمسيرات هذه، لأن المسيرات هذه كل العالم تنظر إلينا عن طريق التلفزيون أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الصحافة. البعض بيقول انه الشعب الفلسطيني نسي ارضه. يا عم احنا ما نسيناش، هذا اخذناها عن اجدادنا ورثناها عن اجدادنا وعن ابائنا، وانا خط ابوي وخط امي وخط اخوي روحنا على بيت جرجه وقعدنا بيت جرجه، وكنا منها واخذنا منها زيتون وكنا منها تين وكنا منها عنب. واجى واحد من الجيش الاسرائيلي قال له شو سوهم؟ قلنا له احنا قاعدين في وطننا. قال معكم 5 دقائق، ما خليتوا ما روحتوش بنا انا بحبسكم. وفعلا بعد 5 دقائق تحركنا وروحنا. ربنا يعينكم ان شاء الله. طيب مشاهدينا، هذه التي وضعناكم فيها في منطقة ملك، يعني هذه المنطقة التي تلاحظون توافد أعداد كبيرة، كما نلاحظ في كل لحظة توافد للناس في كل زاوية من هذا المكان، نلاحظ توافد للناس الذين يأتون إلى هذه المسيرة. سأحاول قدر الإمكان نتحدث مع العائلات الموجودة في هذا المكان. طبعا هذه العائلات التي جاءت بأطفالها ونسائها جميعا هذه المنطقة. معي أيضا طفلة تتواجد في هذه الساعة، يعطيك العافية. كيف حالك؟ الله يعافيك الحمد لله. احكي لنا شو سبب تواجدك الآن في هذه المسيرة؟ احنا هان جايين نتحدى كل واحد خان الأرض تبعتنا، جايين ناخذ أرضنا، لأنه هذا طبعا من حقنا، من واجبنا إنه احنا نيجي هنا ناخذ حقنا أرضنا هذه. تنظر الآن لأرضك من هذه المنطقة، من أي قرية أنتم؟ إحنا بتانا شرقية. طيب شو رسالتكم الآن في ظل هذه الحشود اللي بتيجي الآن على هذه المسيرة، والعائلة أنتم كل العائلة بشوف ما شاء الله طالعة؟ إحنا جايين نحكي لعباس إنه مين أنت؟ إنه يعني خلينا في اليهود بعدين. إحنا اليهود جايين نورجينا إنه إحنا إلنا حق في هذه الأرض، ما بتخصكوش يعني، هذه أرضنا وملكنا. طيب التهديدات الإسرائيلية، سمعت إسرائيل كل يوم تقول حنطخس حنعمل للناس، هل أنتوا خايفين؟ لا ولا إشي بخوفنا من اليهود، مين هم اليهود عشان يخوفونا يعني؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله عن العائلة كلها موجودة في هذا المكان، شو اللي دفعكم تيجوا؟ دفعنا الحق، العودة حق كالشمس، والعودة واحنا جايين عشان الارض تبعتنا بدنا بنطالب فيها. واحنا بنتحدث الان في هذه المسيره يطلق قنابل الغاز على المتظاهرين، يبدو ان الاحتلال بدا الان يلقي بقنابل الغاز على المتظاهرين كما تلاحظون في هذه الصوره. احنا لا يضيع حق وراءه مطالب، بدنا نضلنا نطالب في اراضينا، حتى احنا اذا متنا بنعلم الاولاد الصغار، طفل ابو سنه وابو سنتين بنقول له إلنا احنا ارض هنا، وهو حتى بنعرفه يعني كيف يطالب في اراضينا. تواجد الاطفال والنساء في هذا المكان هل بيعزز هذه المسيره، مسيره العوده؟ بيعزز مسيره العوده، كل الشعب الفلسطيني طالع، الصغير والكبير، ابن شهر وابن شهرين،
وبين سنة وسنتين كل الشعب الفلسطيني طالع عشان يطالب بحقوقه وبأراضيه. إطلاق الغاز وإطلاق العير النارية قبل قليل، هل سيمنع الناس أن تتوجه ولا قد يزيد من عزيمة؟ قد يزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني. إحنا ما بنخاف لا من غاز ولا من طيارات ولا من تهديدات لا اليهود ولا الأمريكان، بنخافش إحنا. مدام في سبيل فلسطين يرخص، وأنا بصراحة المنظر هذا فوق الروعة. أنا ما شفتوش، أنا المنظر هذا ما شفتوش قبل هيك، وأنا بتمنى المنظر هذا يكون هو دافع للمصالحة الفلسطينية، وأتمنى إنه ما يصيرش طبعا حوادث على السلك إن شاء الله، وحق العودة حق هذا مقدس ولا تنازل عنه لا تنازل عنه. خلينا نتحدث مع الطفلة الموجودة في هذا المكان، كيف حالك؟ الحمد لله. طلع الكاميرا بس. أنت خايفة من التهديدات الإسرائيلية اللي جيت؟ خايفة من التهديدات الإسرائيلية، إحنا بدنا نرجع لأراضينا. كيف، إيش رأيك في الأجواء هذه؟ مبسوطة يعني من الأعداد هذه؟ مبسوطة. يعني تحسي كأنه عيد ولا كيف؟ كأنه عيد. خلينا نتحدث مع أيضا متواجدين جدد، يعطيك العافية. حياك الله. بدي رأيك بس بشكل عام على الشيء. والله أنا اللي شايفه مخبر لكل فلسطيني. إحنا هان عايشين في غزة وخرجنا من بلادنا يعني عن كره، وبإذن الله حنرجع، بإذن الله حنرجع لبلادنا. من أي قرية؟ بطان الشرقي إن شاء الله. بطان الشرقي. طب الآن الاحتلال بيطلق قنابل غاز وأعيرة نارية على المتظاهرين، هل هذا يعني يخليهم يتنيهم عن المسيرة؟ ما أعتقد أن يتنيهم عن المسيرة، لأنه إحنا عارفين شعبنا في كل دول العالم، حتى عند اليهود لما كان الصاروخ ينزل تبعنا عندهم كلهم يشردوا، بالعكس إحنا الصاروخ كان بجمع الناس، بجمع المتظاهرين بإذن الله. مشكورة جزيلا. السلام عليكم يا حاج، كيف حالك؟ السلام، الله يقويك. حاج من أي قرية؟ من المسمية الكبيرة. المسمية الكبيرة. طيب الآن الكل، جيل الشباب مع النساء مع الأطفال بتوجه على الحدود، شو رأيك؟ طب هذا عمل ممتاز، هذول عشان يعرفوا، احنا قلنا لهم انه إنا في إنا وطن مسلوب من العدو الصهيوني، بس احنا مش قادرين نعمل اشي لانه العالم كله ضد الشعب الفلسطيني، وقرار مجلس الامن ولهيئة الامم ما نفذوش اي واحد ضد اسرائيل، واحنا علمنا اولادنا وهذول جايين، واشوف الاطفال الصغيرة هذه جايين، يعني سأل ليش جايين، بنقول له في حق عودة، إن بلاد في فلسطين بدنا نرجعها وبدنا نعود لها والحمد لله. طيب التعليم اللي ناقشتوه في أطفالكم واضح أنه عكس مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون. هذا العدو اللي قال الكبار يموتون والأطفال ينسون أو الأولاد، لكن هذه كانت مقولة خاطئة، لأنه الحمد لله تسأل الولد تقول أنت من وين؟ بقول لك أنا من بيت عفا، من المسمية، من سدود، لأنه إحنا علمناهم أنت من أي بلد. أنت المشاهد يعرف قرية بيت عفا. ما أنا عارف، وأنا ما أعرفك أبو شاه. حبيبنا يا حاج، طيب رسالتك الأخيرة بس. والله إحنا هذه كمل هذه مسيرة سلام، مش مسيرة عدوانية. إحنا أول حاجة بدنا نفهم العالم كله، ما نشوف هذول الناس ليش عاملين هذا المسيرة هذه، عشان إلهم وطن حيعودوا إله إن شاء الله، رضيوا الصهاينة أو لم يرضوا، الحمد لله وربنا يوفق. أشكرك يا حج كثيرا على هذه الإفادات. طبعا مشاهدينا في هذه اللحظات نتابع وإياكم مسيرة العودة التي انطلقت وبقوة في هذه المنطقة. سأتحدث مع أفراد آخرين متواجدين في هذه المسيرة، في كل أطياف الشعب الفلسطيني تتواجد في هذه المسيرة، كل الأطفال، النساء، الرجال، الشيوخ يتواجدون في هذه المسيرة. هذه المسيرة، مسيرة العودة التي كما تحدثنا هي مسيرة سلمية، تقابل بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين، تقابل بالرصاص الحي على المتظاهرين السلميين. سأتحدث مع الدكتور باسم نعيم والذي يتواجد الآن في هذه المسيرات، يعطيك العافية دكتور. دكتور، أن تتواجدون في مسيرات العودة الكبرى، تقييم أولي لكم لهذا؟ يعني بداية في هذا اليوم الغر، في هذا اليوم العظيم من أيام شعبنا الفلسطيني الذي استطاع كما هو دوما
أن يشتق أدوات ووسائل جديدة يعيد فيها إحياء ووهج القضية الفلسطينية. في لحظة معينة قبل أسابيع فقط كان الجميع يتحدث أن القضية الفلسطينية أصبحت من الماضي وأنه لم يعد هناك أحد يبحث في هذا الشأن وأن القضية الفلسطينية رفعت عن الطاولة سواء الإقليمية أو الدولية. اليوم يستطيع الشعب الفلسطيني أن يأخذ زمام المبادرة بيده مباشرة، كما نرى رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وعشائر كل الألوان السياسية وكل الألوان المجتمعية يفرض مرة أخرى وبهذا الحراك السلمي الشعبي القضية الفلسطينية على طاولة العالم كله. أنا أتابع من الأيام وسائل الإعلام الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في شرق آسيا، تتأهب لمتابعة هذا اليوم وتدرك أننا أمام لحظة فارقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن نعلم أن هذا اليوم سيكون قادرا بإذن الله على أن يكشف سوءة هذا العدو وضعفه في نفس الوقت، لأنه هذا العدو يسوق نفسه للعالم على أنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الدولة المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير إلى آخره، ولذلك هو يسهل عليه أن يروج هذه الأكذوبة على العالم في مواجهة قد يكون بعض المسلحين هنا أو هناك أو الأعمال العسكرية. لكن اليوم في مواجهة هذه الجموع الحاشدة والضخمة والكبيرة للحقيقة الاستجابة أكثر من المتوقع من حيث الكم ومن حيث النوع. نرى شيوخ وعشائر وأطفال ونساء وفصائل كلها على صعيد واحد. لا يؤكد هذا أن الشعب تجاوز مرحلة قضية الانقسام وإلى آخره، ويعني صغائر هذه المشكلة في هذه المسيرة الوحدوية. سواء تجاوزنا الانقسام أو لم نتجاوز، هذا اليوم وهذه الحشود وهذه المسيرة تؤكد أن الشعب الفلسطيني وعيه قادر على عندما يكون الأمر مواجهة مع الاحتلال وقضية فلسطينية عامة قادر أن يتجاوز أي خلافات داخلية، حتى لو بقيت هذه الخلافات الداخلية في النهاية هذا أمر طبيعي لدى كل الشعوب، لكن إنه هذا الأمر مواجهة مع الاحتلال وخاصة عندما نتحدث عن العودة وريح الوطن وعبير القرى والمدن الفلسطينية التي هجرنا منها. اليوم أنا شاهدت بعض النماذج، الرجال وخاصة كبار السن يبكون يعني فرحا بأنه هم هذه اللحظة عاشوا قبل أن يموتوا، عاشوا هذه اللحظة أن يورثوا أبنائهم وصغارهم وهذه القيم وهذه المعاني. وكما قلت أنا بعتقد اليوم هذا يوم سيكون فاصلا في الصراع مع الاحتلال وأيضا في صناعة الحدث الفلسطيني الداخلي. وهذه كما تحدث المنظمون هذه المسيرة هي البداية طبعا. هو حسب التنظيم الذي يعني قامت عليه اللجنة العليا والمشكلة من كل شرائح وفصائل العمل الفلسطيني، اليوم يوم الأرض ذكرى 42 لإعدام 6 من الفلسطينيين كانوا يدافعون عن أرضهم في الجليل الأعلى. وأنا أتحدث معك الآن تطلق قنابل غاز بكثافة على المتظاهرين، يأتي ذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية لهذه المسيرة، كيف تنظرون لهذا؟ طبعا نحن يعني لا نستبعد أي شيء عن الاحتلال ولا نستبعد أن يحاول استفزاز المتظاهرين وأن يحول هذه المسيرة السلمية فعلا إلى أفعال عنيفة، وبالتالي لا نستبعد أن يستهدف أطفال والشبان والرجال والنساء ليس فقط بالغاز وحتى بالرصاص الحي إذا عجز عن المواجهة. الأخير، هل هذا اختبار للمجتمع الدولي والمجتمع الإنساني؟ بالتأكيد. أنا بالأمس كنت كتبت مقال لإحدى الصحف الأمريكية وذكرت فيه أن احنا هذا اليوم يأتي بعد 70 عام من الانتظار، 70 عام الشعب الفلسطيني أعطى المجتمع الدولي والإقليمي والأنظمة العربية الفرصة لإرجاع لاجئ واحد، ولم يتمكن المجتمع الدولي بكل قوة بعد مئات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أن يرجع لاجئ واحد. فقرر الشعب الفلسطيني أن يأخذ زمام المبادرة وأن يتحرك بنفسه، وسيفرض بإذن الله عز وجل هذه العودة والتي ستكون بإذن الله قريبا. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل المشارك في هذه المسيرة. مشاهدينا نريد أن نضعكم أيضا في صورة ما يحصل الآن، كما تشاهدون الآن الجيش الإسرائيلي يطلق النار بقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين. قد تحدثنا مع المتظاهرين الذين كانوا هنا في بدايات الدخول إلى مسيرة العودة، لكن كما كان متوقع الجيش الإسرائيلي نفذ تهديداته بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين. هذه المرحلة التي نعيشها الآن هي مرحلة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني، هي
مرحلة تاريخية في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي أكد ولا زال يؤكد على حقه في العودة. نتحدث عن أجيال جديدة من الأطفال، أجيال جديدة من الشباب تخوض غمار هذه المسيرة. في زاوية أخرى ممكن أن نتحدث أن ضمن مسيرات العودة كان هناك أمور ترفيهية، يعني ممكن أن نلاحظ هنا ملعب تم إقامته من قبل المنظمين، هذا ملعب يعني أقيم بشكل سريع للتأكيد أن هذه المسيرة لن تكون تحمل طابع العنف، وإنما هي مسيرة تحمل الطابع السلمي، هذا الطابع الذي تحدثنا به كثيرا في كثير من المناسبات في هذه المسيرات، بأن الطابع السلمي هو الطابع الرئيسي لهذه المسيرات. بالإضافة إلى ذلك الناس الذين جاءوا أطفال بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم لا يحملون دافع العنف للجانب الإسرائيلي الذي هو متخوف من كل شيء في هذه المسيرات، لكن على الرغم من ذلك الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز على المتظاهرين. طبعا الزاوية التي تشاهدونها هذه الزاوية خصصت للترفيه، تشاهدون الناس تنظر وتجلس تتابع هذه الألعاب التي تم إنشائها بشكل عاجل في هذه المنطقة للتأكيد على سلمية هذه المظاهرات. طبعا ما نتحدث به هو أن المسيرات بدأت منذ ساعات الصباح. الموجود على الشاشة ما تشاهدونه هو من مختلف مناطق قطاع غزة، من شرق رفح بالتحديد وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأيضا في هذه المنطقة التي نخرج بها بهذه الصورة، بالإضافة إلى شرق جباليا. هناك مسيرات حاشدة يخرج بها الجميع بالعلم الفلسطيني الموحد للتأكيد على أن هذه المسيرات لن تحمل طابع الفصائلية، لن تحمل طابع الحديث عن الألوان المختلفة سوى العلم الفلسطيني فقط. مشاهدينا، نحن في بدايات مسيرة العودة، هذه البدايات المبشرة للشعب الفلسطيني الذي خرج شيبا وشبابا ورجالا ونساء، خرجوا جميعا إلى هذه المنطقة، منطقة ملكة ومناطق مختلفة من قطاع غزة للتأكيد على حق يأبى النسيان. مسيرة العودة هذه ستكون فاصلة يتابعها الجميع، كل وسائل الإعلام موجودة في هذا المكان تتابع هذه المسيرة، بالإضافة إلى العدد الغير متوقع كما قال المنظمون لهذه المسيرة. وأنا أقف ومنذ بدأنا البث المباشر حتى هذه اللحظة لا تزال الحشود تندفع إلى المنطقة الشرقية على الرغم من إطلاق قنابل الغاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما تلاحظون في كل محور من هذه المحاور يخرج السكان والمواطنون السلميون الذين نؤكد على سلميتهم، كما نرى بشكل مهني نتابع مشاهدينا هذه المسيرات، مسيرات العودة الكبرى التي تنطلق في هذه الأثناء، هذه المسيرات التي يؤكد الجميع على أنها سلمية وستبقى سلمية كما نتابع. يعطيك العافية. عافاك الله أستاذ. حدثنا عن يعني تقييمك ورؤيتك لهذه المسيرة. اليوم كما تشاهد كل كاميرات الإعلام هذا الحشد الهائل والمتراكم، حشد كبير لم يسبق له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية. نرى حشودا تتقدم ولا تتراجع رغم إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز ورغم إطلاقهم للنيران، ليس فقط رصاص مطاطي إنما أعيرة نارية مباشرة تطلق على أقدام وعلى مناطق متفرقة من أجساد المشاركين المنتفضين في هذه مسيرات العودة الكبرى، في هذه المسيرات التي تخرج من كل حدب وصوب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مدننا وقرانا في فلسطين، في سوريا والجولان، في لبنان، في الأردن، في غزة والضفة وأراضي 48. كل هذا الشعب اليوم يثور وينتفض ليقول كلمته القوية، كلمته المدوية، أننا أصحاب الحق في هذه الأرض، وأنت أيها المحتل محتل دخيل، لا بقاء لك فوق هذا الطهر وفوق هذه الطهر. أبيات شعرية حضرتها لهذه المسيرة، أعرف أنك شاعر، يعني إذا كان في بمناسبة يوم الأرض أو في ظل هذه المسيرة. نحن يعني نقول أن الشعر كما النار في المعركة، الشعر له دور في تأجيج وتهييج مشاعر الجماهير ليتقدموا أكثر وليستبسلوا أكثر. كتبت كثير من القصائد سأكون في على المنصة. باختصار قصيدة جزء. أقول النار تشمخ يا عدو بلادنا كي تهربوا منا وأنتم خائفون، لجحوركم فروا فإني مقسم
أن يثأر الثوار ولتخلوا الحصون، فحصونكم من ثورتي هي هشة، وقلاعكم سيدوسها المتقدمون، والخنجر المسلول يكبر في يدي ليهزكم ويذلكم يا مجرمون، وحجارتي حمم تزلزل عرشكم، أنتم كبيت العنكبوت ممزقون، هل تحسبون بأنني طيف أتى ويزول يوما؟ إنكم كم تحلمون، سندوم بركانا، سندوم بركانا يبيد جموعكم، فلترحلوا إنا لهيب لن يهون، أنا مارد التفجير أبقى شامخا لأذيق كل كيانكم كأس المنون، أنا غاضب ضمن انتفاضة قدسنا والشعب كل الشعب خلفي يزأرون، أنا غاضب ضمن انتفاضة قدسنا والشعب كل الشعب خلفي يزأرون، أنا ثائر فلترحلوا من أرضنا، أنا نار ذل من كؤوسي تشربون، أنا كل من حمل السلاح مزمجرا، أنا شعبنا المظلوم يا من تظلمون، للمسجد الأقصى انتفضت بقوة فبعزة الإسلام يمضي الثائرون، وبقوة الحق الأصيل قذفتكم فستهزمون وتهزمون وتهزمون، ارحل حبيبي من ديار جدودنا، ارحل هنا جند التحدي غاضبون، ارحل هنا الأبطال وارحل صاغرا، ارحل وإلا سوف تعرف من نكون، ارحل وإلا سوف تعرف من نكون، ارحل وإلا سوف تعرف من نكون. أشكر جزيلا على هذه الأبيات الشعرية. إذن مشاهدينا لازلنا نتابع وإياكم مسيرة العودة الكبرى، هذه المسيرة التي تلاحظون الأطفال والنساء والشيوخ والجميع يتواجد هنا دون خوف أو وجل، هذه المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لقيت صدى واسعا من شرائح مختلفة من جموع الشعب الفلسطيني الذين جاءوا بكثافة إلى هذه المنطقة ومناطق مختلفة من قطاع غزة. هذه المسيرة التي كما تحدثنا ستكون فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني جاءت للتأكيد على أن حق العودة وراءه الآلاف من المطالبين هنا، هذا الحق يأبى النسيان، هذه الأسياج الفاصلة لن تمنع هؤلاء الشباب من المضي قدما تجاه الخط الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة بمختلف المناطق. طبعا ممكن الحديث أنه في البدايات الجيش الإسرائيلي واجه هذه المسيرات ببعض الأعير النارية قنابل الغاز، ولا يزال حتى هذه اللحظة يطلق قنابل الغاز على المتظاهرين. يمكنكم متابعة المشاهدة مشاهدين الكرام عبر قناة الجزيرة مباشرة بمختلف مناطق قطاع غزة لما يحصل على الحدود الشرقية لطول الشريط الحدودي على القطاع كما تشاهدون في عبر هذه الشاشة.